السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح مع بعض برنامج الـ IES. البرنامج ده لما بتيجي تسطبه بيطلع لك الأربعة أيكونز دول، أيكونز خاصة بتصميم الـ Retaining Walls بأنواعها، سواء كانت Reinforcement أو Reinforced Concrete أو Masonry، أو لو أنا عايز مثلا الـ Masonry Component Design أعمل لها ديزاين، أو للأعمدة أو للبلاسترز. أو الـ reinforcement أو الـ reinforced concrete shear wall design أو للقواعد بتاعتي الـ concrete spread footing. أجي أفتح البرنامج كده دبل كليك، هيفتح معايا بالشكل ده. عندك هنا أنواع الـ retaining walls، cantilever wall، restrained wall أو gravity wall. أنا هختار كده ال cantilever wall، هسميها مثلا مفيش مشكلة cantilever wall واحد، وأقول له أوكي. تعالى كده، أول ما بتفتح البرنامج بيديك input view criteria loads footing steam x section view و elevation و project info. وهنا عندك هنا على الشمال الـ input view اللي هي الحاجات اللي انت شايفها دي، والـ force view بتاعتك بيديك شكل النوتة الحسابية بتاعتك والشكل بتاع الـ check view اللي انت عملتها. طبعا لو جيت بصيت كده بيجيب لك بقى الـ summary، الـ stability، الـ toy، الـ hail، الـ steam force، والـ steam moment، والـ shear، والـ development، والستيم اوفر. طيب ارجع تاني كده، اول حاجه ببقى محتاج ان انا اظبط اليونتس، فبدخل على اوبشن واقول له يونتس، واقول له خليها لي دي متريك. طبعا عندك هنا السويل مودولس، لو انا عايز اغير مثلا حاجه معينه، اغير الوحدات بشكل معين، مفيش مشكله بتقدر تغيرها من هنا وتقول له اوكي. عندك في برضو هنا في اللود كومبينيشن، سواء خاصة بالكونكريت أو الماسونري أو الاستابيليتي. فلو أنا عايز أعدل مثلا في حاجة، أو طبعا طبقا للكودز بتاعي، خلاص أنت عندك الكود أي بي سي والـ أي إس سي إي، خلاص سواء السترين أو الـ، هو مفيش أصلا غير السترينث. ممكن تضيف مثلا حالة معينة وتبدأ تشتغل عادي، مفيش مشكلة خالص، او ممكن تظبط الكودز بتاعك من هنا. فهنا بيقول لك البيلدنج كود، اختاروا مثلا الاي بي سي 2012، وفي عندك كونكريت لود كومبينيشن انت هتستخدم فيهم ايه. فرضا مثلا هتستخدم الحالات بتاعه الاي اس سي اي 2010، وهنا برضو نفس الكلام في الاستابيليتي. عندك هنا الاسامشن، لو انا مثلا عايز اتشيك، خلي بالك هنا في السلايدنج هتعلم، تقوم تعلم على دول كلهم، تمام. فبتلاقي هنا الديزاين كود والاسامبشن والاستابيليتي كرايتيريا. خلاص انت عندك مثلا الريكوايرد او الفاكتور اوف سيفتي بتاعك هتاخده بكام، للسايزميك هتاخده بكام، اللوبل بيرنج بريشر، والجيومتريك او الجيوتكنيكال، الوول فريكشن انجل والفريكشن كوفيشن والسوير رياكشن مودولس. بعد كده بتدخل في اللود، عندك اول حاله اللي هي مثلا وليكن هتسميها ديد، بتبدا تدخل في الباكفيل. انا مثلا هقول له هنا دي 2 متر، تمام، او هقول له مثلا 1.8، خليها 2، تمام، اللي هي المسافة دي. وبعدين بيقول لك الميجرد فورم عايزها فوتنج ولا فوتنج توب ولا فوتنج بوتوم ولا لور، خليها زي ما هي. اليونت ويت الجاما بتاعتك بكام، الاناليسيس هتستخدم بقى رانكل او الكولوم ولا هتستخدم اي طريقة تانية. الفريكشن انجل بتاعتك 30، الكوهيجن بتاعت السويل، طبعا الكلام ده بيجي من تقرير التربه. لو انا عندي ووتر، قيمه الووتر مثلا ارتفاعها كام متر، الووتر يونت
ويت بتاعتك بكام، والساتيوريتد بتاعتك بكام، والساتيوريتد ويت جاما بتاعتك بتاعت المية او السويل. يعني مثلا هقول له 10 لو على اساس مثلا ان السويل بتاعتك الووتر يونت بتاعتك مثلا هتبقى بواحد، وعايز اجيب الساتيوريتد هتبقى مثلا هنطرح الووتر من الجاما اللي هي السبمرجد يديك الساتيوريتد. تمام. عندك البوزيتيف بريشر برضو نفس الكلام، هو بيقول لك هنا تستخدم برضو انهي اناليسيس تايب، ونفس الحالات عندك هنا السيريت شارج. والسيريت شارج ده اللي هو لو انا مثلا عندي سيريت شارج اللي هو اللايف لود، انا هقول له عندي بريشر قيمته مثلا 5 كيلو باسكال. تمام. وهنا هو بيقول لي هنا انت عندك سيريت شارج يونيفورم ولا لاين، انا هقول له يونيفورم. وبيقول لك او التايب يونيفورم لاترال لود او السايزميك لود، عندك سايزميك لود او اكسيال. بص لو ضغطت هنا يعمل لك اكسيال فورس، وهيقول لك انا عايز القيمة بتاعتها بالشكل ده. تمام. دي اول حالة. الحالة التانية ان انا ممكن اضيفها، اضغط على دي واقول له لايف لود. هنا بقى عندك حالتين لود كيس، نفس الكلام تقول له هنا 2 وبس، هستخدم السيرت شارج استخدم كنت وليكن 2.5. تمام. بعد كده بدخل على الفوتنج، الدبث بتاعك بكام، هقول له مثلا 1.25. الاف فيلد بتاعتك بكام، وهقول له مثلا 3600. والجاما بتاعتك بتاعت الكونكريت اف سي داش بتاعتك بكام، واليونت ويت الجاما، والفوتنج ثيكنس ده الخاص بالجيومتري فوتنج ثيكنس او مثلا 350. الهيل لينث اللي هي المسافة دي اوتها مثلا ماشي 1.5، 1.25 اللي هو ده. تمام. عندك الهيل رينفورسمنت انا هديها مثلا قطر 12 مسافة 200. الكفر مثلا 30 ملي. والتوي رينفورسمنت و30 ملي. والكنات بتاعتك هتستخدم مثلا 8 مسافة 200. تمام. انا عندي هنا في مشكلة، يعني مثلا عندك هنا في المينيمم سترين لو جيت ضغطت عليها هيبدأ يفتح لك النوتة الحسابية بتاعتك يقول لك فين المشكلة. فأنا لو جيت مرة تانية رجعت كده هدخل على فوتنج والتوي مثلا هقول له 16، أو ممكن مثلا أقول له 12 وأخلي له دي 150. تمام كده المشكلة هنا اتحلت المين ستريم. عندك برضو هنا الهيل تشيك
مثلا هختار 16 مللي في 150 مسافة. تمام، الستيم عندي هنا هختار هنا برضو 12. البيز ديفلوبمنت تمام، هاجي هنا برضو اقول له 12 او ممكن استخدم 16. الستيم انا عايز السيكنس ده، اقول له مثلا 300. تمام، انا برضو انا لو عايز مثلا اعمل هاد كي بالشكل ده ممكن اغير شكلها، يعني ممكن اجي هنا مثلا لو انا عايزها هنا في الاند او الستارت، اخليها زي ما هي. بيقول لك ابعادها كام، ابعادها مثلا هتقول له 0.35 او ممكن مثلا تعملها 0.3، والويدث بتاعها 350. تمام، اكس دايركشن اليفيجن، ودي معلومات عنك انت، بروجكت تايتل والجوب نمبر كده. تمام، لو انا جيت هنا دخلت هنا على الفورس فيو، هتبص كده هتلاقيه هو الراجل رسم لك هنا الباك فيل، شكل اللاترال ايرث بريشر والمعادلات بتاعته، وعندك البوزيتيف الباسيف شكله وشكل توزيعه، الووتر، السيري تشارج شكل توزيعه، اللاترال لود طبعا ما خدناهوش في الاعتبار، لا هو ولا الووتر ولا السايزميك، الويتس بتاعتك جايبهولك الوزن بتاعك، والبيرنج فريكشن. تمام، ال تشيك فيو سمري، انت عملت استابيليتي كراك توي تشيك وهل تشيك والستيم تشيك، استابيليتي سلايدنج والبيرنج تشيك والوول توب ديسبليسمنت برضو التوي، كنترولينج مومنت والفلكشر تشيك والتشير تشيك والمينيمم. تمام، نفس الكلام برضو في هيل ستيم فورس، شكل الجراف بتاعك والستيم مومنت، جايب لك الكباستي الاي سي اي 318 والمعادلات بتاعتك، ستيم شير والديفلوبمنت والستيم اذر. ممكن انا مثلا الكلام ده لو عايز اصدره للاوتوكاد هتقدر تصدره. تمام، بيصدره كدي اكس اف فايل. طبعا انا لو رجعت مرة تانية كده للبرنامج الرينفورسمنت لاي اوت، عايزها مثلا سنجل ولا عايزها في التو، يبقى في الجنبين
وهنا برضو نفس الكلام، هخليها 150. تمام. ممكن كمان تطبع المشروع بتاعك، اقول له اوكي. يصدره لك بالشكل ده، استخدمه كنوتة حسابية في حساباتك. شكرا والسلام عليكم.